السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن الجملة الواقعة مضافا إليه تماشيا مع البرنامج، وأيضا استجابة للإخوة الذين والأخوات الذين التي طلبوا هذه أو هذا الدرس، وهو الجملة الواقعة مضافا إليه. إذن مع هذه الأمثلة: واحد، وليس هناك أقدر من الشباب على تحمل المسؤوليات حين يكون واعيا. لاحظ هذه الجملة، الجملة الإسمية يكون واعيا. طبعا لماذا الجملة الإسمية؟ لأن يكون مضارع كان، وكان تدخل على الجملة الإسمية، واسمها مستتر وخبرها واعيا. إذن سبقت بظرف، وهو الظرف حين. إذن هذه الجملة تعرب جملة إسمية في محل جر مضاف إليه، لأن جاءت بعد ظرف. وعلى صنع العجائب، يوم لا تعجزه الصعاب. لاحظ معي جملة فعلية لا تعجزه الصعاب جاءت بعد ظرف زمان، إذن فتعرب جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. يبذل الشباب قصارى جهده رجاء أن ينفع بلده. تلاحظون وتعلمون لا شك أن رجاء تعرب مفعول لأجله. لماذا تعرب مفعولا لأجله؟ لأننا إذا غيرناها بالجار والمجرور من أجله لصحت الجملة. فنقول يبذل الشباب قصارى جهده من أجل أن ينفع بلده، إذن المعنى صحيح، وبالتالي فرجاء تكون مفعولا لأجله. إذن الجملة الفعلية أن ينفع بلده جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. ما هو السبب؟ لأنها جاءت بعد مصدر يعرب مفعولا لأجله. يتقن الشباب الطموح عمله حيث هو موجود. إذن حيث ظرف زمان وظرف مكان حسب سياق الجملة، هنا ظرف مكان. إذن هو موجود جملة إسمية في محل جر مضاف إليه، لأنها وقعت بعد الظرف حيث. يطمح الشباب إلى المعالي رغم أن إمكانياته بسيطة. إذن رغم أن إمكانياته بسيطة جملة إسمية في محل جر مضاف إليه، والسبب هو أنها وقعت بعد الكلمة رغم. إذن رغم ليست ظرف زمان ولا مكان، وليست مضافا أو مفعولا لأجله. سوف نتكلم عن هذا بالتفصيل. إذن الملاحظة الأولى، نلاحظ أن الجمل الفعلية والإسمية التي وقعت في محل جر مضاف إليه كان ذلك بسبب أحد ثلاث أمور: إما أنها وقعت بعد الظرف كما هو الحال مع الظرف حين ويوم وحيث، وإما أنها جاءت بعد مفعول لأجله مثل رجاء، وإما أنها جاءت بعد كلمة من الكلمات التي سنتحدث عنها منها رغم. هذه هي الملاحظة الأولى. إذن الجمل الفعلية والإسمية تكون في محل جر مضاف إليه إذا جاءت بعد ظروف زمان، أو بعد مفعول لأجله، أو بعد كلمات منها الكلمة رغم. بالنسبة للملاحظة الثانية، نلاحظ أن الجملة الفعلية حين يكون واعيا ارتبطت بضميرها مباشرة بالظرف حين، ارتبطت مباشرة دون الحاجة إلى رابط. الأمر نفسه مع يوم لا تعجزه الصعاب، إذن الظرف ارتبط مع الجملة الفعلية دون الحاجة إلى رابط. لاحظ أيضا هنا الظرف ارتبط مع الجملة الإسمية دون رابط. لكن لو عدنا إلى المفعول لأجله، فإننا نجد هذا المفعول لأجله ارتبط مع الجملة الفعلية الواقعة في محل جر مضاف إليه، ارتبط معها كما تلاحظون بأن. لاحظ أيضا الكلمة رغم، إذن رغم أيضا ارتبطت بالجملة مع أو بالحرف أن، بالأداة أن. إذن الملاحظة الثانية وهي أن هناك جمل ترتبط، جمل فعلية وإسمية في محل جر مضاف إليه إذا كانت بعض الظروف فإنها لا ترتبط بأن، أما إذا كانت بعد المفعول لأجله فإنها ترتبط
بأن، وإذا كانت بعد كلمات أخرى فإنها ترتبط بأن. وسنبدأ إن شاء الله في الاستنتاج والتحليل بشيء من التفصيل. إذن أولا تكون الجملة الفعلية مضافا إليه. إذن متى تكون الجملة الفعلية مضافا إليه؟ تكون الجملة الفعلية مضافا إليه مباشرة بعد الظروف سهل الحفظ، تلاحظون حيث وحين بالحاء وإذ وإذا سهلة ومذ ومنذ وما ويوم. إذن هذه الظروف الثمانية، هذه الظروف حيث وحين وإذ وإذا ومذ ومنذ وما ويوم تكون الجملة الفعلية بعدها جمل فعلية في محل جر مضاف إليه، وترتبط بها مباشرة دون الحاجة إلى الرابط أن أو إن. مثال ذلك اجلس حيث وجدت مكانا. إذا وجدت مكانا جملة فعلية في محل جر مضاف إليه بسبب أنها وردت أو جاءت بعد الظرف حيث، وهي مرتبطة به مباشرة شأن وشأن بقية الجمل الأخرى التي تلاحظونها. اجلس حيث تجد راحتك، كنت معك يوم سافرت، وسافر أخي مذ طلعت الشمس، وسررت حين رأيتك، ويؤلمني حالك إذ تمرض، لما طرقت الباب فتح لي أو فتح لي، واذكر ربك إذا نسي. طبعا المثال الثامن هو آية كريمة في سورة الكهف، واذكر ربك إذا نسي، صدق الله العظيم. إذا تلاحظون هذه الجمل التي هذه الجمل التي لونها بالأزرق الفاتح هي كلها جمل فعلية في محل جر مضاف إليه، والسبب أنها وقعت بعد هذه الظروف التي ذكرت. ثانيا الجملة الفعلية التي تقع بعد هذه الكلمات المجموعة في كلمة سأبدع، فالسين سوى والباء بدلا والدال دون والعين عوض. هذه الكلمات دون وبدل وعوض وسوى إذا جاءت الجمل الفعلية بعدها فإنها تعرب جملا فعلية في محل جر مضاف إليه، ولكنها ترتبط كما تلاحظون ترتبط مع هذه الكلمات بالحرف أن، تلاحظون هنا أن وأن كلها. مثال ذلك قدمت للرجل خدمة دون أن أعرفه، إذن دون تعرب هنا مضاف، وأن أعرفه جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. وكذلك الأمر هنا أكرم ضيفك بدل أن تطرده جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. اصفح عمن أساء إليك عوض مضاف إليه، أن تنتقم منه جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. إذن سوى مضاف إليه، أن أكتب الخاتمة جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. إذن الجمل الفعلية تأتي بعد الظروف في محل جر مضاف إليه وترتبط بها مباشرة، لكن إذا جاءت بعد هذه الكلمات فإنها لا ترتبط معها مباشرة. نعم تعرب مضافا إليه لكن ترتبط بهذه الكلمات بالحرف أن. ثالثا إذا كانت الجمل الفعلية بعد المفعول لأجله، بعد المصدر الذي يعرب مفعول لأجله، مخافة ومصدر يعرب هنا مفعول لأجله، إذن أيضا الجمل الفعلية بعد المفعول لأجله تعرب في محل جر مضاف إليه ولكنها ترتبط معها بأن. رابعا وأخيرا إذا كانت الجمل الفعلية بعد الظرفين قبل وبعد فإنها تعرب جمل فعلية في محل جر مضاف إليه وترتبط بهذين الظرفين قبل وبعد، ترتبط بما وبعد. مثال ذلك خرجنا بعد أن دق الجرس. إذن الجملة الفعلية أن دق الجرس ارتبطت بأن. لماذا هذين الظرفين جعلناهما في مرحلة الرابعة ولم يدخل هذين الظرفان مع الحالة الأولى الظروف حيث وحين ومذ ومنذ وما ويوم؟ بسبب أن الظروف إذا دخلت على الجملة الفعلية أنها لا ترتبط بأن، بل يكون رباطها مباشرا، ولكن في هذه الحالة هذين الظرفين هما استثناء، فإن الجمل الفعلية بعدها تعرب في محل جر مضاف إليه ولكنها ترتبط بأن وما.
إذا خرجنا بعد أن دق الجرس، اغسل يديك قبل أن تأكل، سأحضر لتوديعك قبل ما تسافر، وأعدت خطأك بعدما سامحت. إذا ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى الجمل الإسمية التي تكون في محل جر مضاف إليه. إذا تكون الجمل الإسمية في محل جر مضاف إليه إذا جاءت بعد هذه الضروب الست، وهي حين وإذا وإذ وإذا ومذ ومنذ وحيث. لاحظ مثال ذلك: هاتفتك حين أنت نائم. إذا أنت نائم جملة إسمية في محل جر مضاف إليه لأنها وقعت بعد الظرف حين، وكذلك الأمر مع إذ وإذا ومذ وحيث. ثانيا، بالنسبة للجمل الفعلية، إذا هنا كما تلاحظون هي غير أو عفوا هي مرتبطة مباشرة مع هذه الظروف، ولكن تكون مرتبطة مع كلمات أخرى باستعمال الحرف أن. إذا تكون الجمل الإسمية هذه المرة مقترنة بأن بعد الكلمات رغم وغير ومع وسوى وحد. مثال: جئت إلى المدرسة رغم أني مريض. إذا تلاحظون هذه الكلمة رغم تعرب هنا مضاف، والجملة الإسمية أني مريض في محل جر مضاف إليه. رجعت إلى البيت مع أن مهمتي لم تنتهي، جملة إسمية في محل جر مضاف إليه لأنها جاءت بعد الكلمة مع، وهنا ارتبطت معها بأن. وكذلك الأمر مع بقية الجمل: أنت فقير رغم أنك كريم، والسيارة جميلة سوى أنها غالية، وبكت الخنساء أخويها إلى حد أنها فقدت بصرها. وطبعا هنا فقدت بصرها هذه مجاز، لأن الخنساء لم تفقد بصرها كلية. إذا مع هذه الخلاصة، إذا أولا تكون الجمل الفعلية مضافا إليه مباشرة بعد الظروف إذ وإذا ومذ ومنذ وحيث وحين ويوم وما. ثانيا، مقترنة بأن بعد الكلمات دون بدل عوض وسوى، مجموعة في كلمة سأبدع طبعا من غير الألف. مقترنة بأن بعد المصادر التي تكون مفعولا لأجله، ومقترنة بأن أو ما بعد الظرفين قبل وبعد. وتكون الجملة الإسمية مضافا إليه يعني في محل جر مضاف إليه أولا مباشرة بعد الظروف حيث حين إذا وإذ ومذ ومنذ، وتكون مرتبطة عفوا وتكون مقترنة بأن بعد الكلمات رغم مع غير سوى وحد. إذن إلى هذا الحد ينتهي هذا الدرس حول الجملة الواقعة مضافا إليه بعد الظروف وبعد المفعول لأجله وبعد الكلمات التي ذكرناها قبل قليل. إذن نأمل من المتابعين الكرام والمتابعات الكريمات دعم هذا التسجيل ومشاركته من أجل أن نستمر في نشر هذا الخير. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.